من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يستحث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لخير عظيم، مبينا فضل صيام ستة أيام من شوال، فمن صامها بعد صيام شهر رمضان كان له كأجر من صام الدهر كله. والدهر الزمان الطويل قل أو كثر، وفي رواية أخرى من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فإن ذلك صيام سنة. صيام ست من شوال فرصة لتدارك ما فات وكسب الحسنات، فيقف المؤمن على باب طاعة أخرى بعدما أتم صيام رمضان، وتلك تجارة رابحة مع الله لتعويض النقص في صيام الفريضة، وهي رحمة ربانية بالعباد. فالحسنات يذهبن السيئات، والفرائض تجبر وتكمل بالنوافل يوم القيامة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وصيام ست من شوال شكر لله على توفيق العبد لصيام رمضان، وزيادة في الطاعات ومداومة على فعل الخيرات، وأحب الأعمال إلى الله أدومها. ولنا في حبيبنا أسوة حسنة، كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. وقد سئلت عائشة عن عمله صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمة.